صلوا صلوا على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحه يا رب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دوزتوا هذا الويكاند؟ كنتمنى تكونوا دوزتوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نوزون عند رغبه العديد من الاخوات، وكنقول لكم سمحوا لي حيت هاد الوصفه عطلتها بزاف. اليوم ان شاء الله غتكون وصفتنا عباره على لانشون او مرتديلا بالدجاج، اللي كتجي اكثر من رائعه. والاهم من هذا الشيء كله انها صنع منزلي. تابعوا معايا الطريقه ومراحل التحضير. غادي نبداو على بركه الله. عندي في المقادير عندي جوج بيضات، وعندي جوج فرماجات، وعندي ربعه ديال الصدر ديال الدجاج، وعندي نص كاس ديال الفورص مع برب كاس العنبه، وعندي ما كاملش نص كاس الزيت، تقريبا الربع في الثوب واحد شويه. اللي بغى يدير نص كيلو غيزيدو بالمقادير. وعندي هنا في العطريه المعلقه ديال التحميره حمراء، ونص معلقه ديال الخرقوم، وشويه البزار، وشويه الكمون، وشويه ديال السودانيه. هذه كتبقى اختياريه، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. غادي نبدا اول حاجه غادي نطحن هاد الدجاج. ها هو من بعد ما طحنته بسم الله، غادي ندير هنا دوك البيضات، دوك جوج بيضات، جوج فرماجات، وغادي نزيد هذاك الزويته كما قلت لكم ما كاملش نص كاس تاع الزيت. غنزيد هاد العطريه كامله، ندير شويه الملحه، ما درتش الملحه هنا معاهم. الملحة كتبقى على حسب الذوق. وغادي نزيد داك الفورص. نطحن هاد المكونات ونرجع معاكم ان شاء الله. من بعد ما طحنتهم كما كتشوفوا غادي نزيد عليهم الخليط، راه تيكون ما ثقيلش، ما ثقيلش بزاف وما جاريش من الاحسن. غادي نزيد داك الدجاج ونعاود نطحن كلشي تاني. انا راه ما درت لا ملونات لا والو باش ناخذ نجيب ندير داك اللون، ولا اكتفيت باللون ديال العطريه من الاحسن. ثم ملي نبغيو نديرو ان شاء الله الكاش حتى هو ما نديروش ليه الملونات، صافي داك اللون ديال العطريه، حيت هذوك الملونات راه ما عرفناش شنو فيهم الصراحه. نخلطهم مزيان ونرجع معكم. صافي، من بعد ما طحنت هذاك الشيء كامل خلطته، كيجي الخليط هكا، كيجي شويه ثقيل. انا راه كنت شريت هذاك الغراف تاع الكاشير، ولكن ما بقيتش خدمت به حيت الصراحه جاتني فيه واحد الريحه ديال البلاستيك مجهده، ما قدرتش ندير فيه هذا الشيء. داك الشيء باش غندير هذا الشيء غير في فيلم اليمونتير، حتى واخا المهم كيبقى بلاستيك غذائي اخف الضرر من الاخر. هو فاش فاش غندير هاد المرتديلا، وانا غنفورها. بالنسبه للبنات غديروها في الكسكاس، ديروا الماء لتحت وديروا الكسكاس. انا غنوريكم الطريقه ديال اللف ديالها، واللي بغى يديرها في الماء يديرها مزيان ويعاودها في داك البابي الومنيوم مزيان باش ما يدخلش لها الماء. انا غنخوي هادشي، انا غنحاول نحيد هادشي ونرجع معكم. كما كتشوفوا هنا خديت الفيلم اليمونتير ولصقته مع البوطاجي مزيان. غادي نجيب هداك، انا غنديرهم صغارات، غندير هنا تقريبا جوجات. غادي نجيب الزيتون وندير وحده هنا، هذا كيبقى اختياري، اللي بغى يدير الزيتون يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. اللي بغى يدير شويه الزعتر يديرهم بالاعشاب يديرو، حتى هو كيجي زوين. نغطيو داك الزيتون هكا، انا ما درتش في الوسط، بقات لي هنا شيطه اكثر من هنا، كان غنعاودو في وحده اخرى.
نهبطو هكا شي شويه باش يجيني في الوسط، حيت هنا جاتني طويله وهنا قصيره، كاين ماشي مشكل نديرها هكا. كما قلت لكم هذا كيبقى اخف ضرر على داك الغراف ديال الكاشير، لان في واحد واحد البلاستيك مشهده بزاف كي كيديروا في كويسات ويديروا في الكسكاس، وما كنظنش هذا مضر بزاف لانه كيقولوا بلاستيك غذائي والله اعلم، غير هو وقيل بفعل الحراره وداك الشيء يمكن. المهم انا قدمت لكم الطريقه، اللي بغى يديرها في دوك الكاسات يديرها ديال فناجن ديال القهوه ولا ويديرها في الكسكاس. نحاول نعقد هاد البلاصه، بالاخص الا غطيبوه في الماء يتعقد مزيان، حيت الا داز ليه الماء يخسر. هاي كما كتشوفوا جمعتها هنا مزيان، غنعاودها في وحده اخرى ثاني هكا باش تجيني فيه. غيجيني ساهل هاد الحركة، مهمة ديروها هكا باش يتبرم مزيان وما يتحلش. انا زدت الثانية وندخل هكا باش نحيد الفراغات اللي كاينين، نزير شفتوا نزير مزيان هكا وعاد نسد، نحيد هذا نعاودها عاوتاني في وحده اخرى. انا واحد المره سبق لي كان عندي بحال داك الكاسيات فين تهرز، درت فيه هذاك لانشون، درت فيه الكاشير ودرت في الكوكوط ولقيتو تحل في الكوكوط ودخل الماء لهداك العنشون وخسر كلشي، هداك الكاس كان تهرس ليا من بعد. مرة كنت كنصيبو، ولكن هاد الكاس ملي شيتو مؤخرا صراحة كما قلت لكم جاتني واحد الريحة البلاستيك كتيرة مجهدة، يعني ملي ديروه في الكوكوط حطو فوق الغلاقة شي حاجة تكون شي شوية ثقيلة باش ما تحلش ليكم، من الأحسن تبخروه كاع تفاداو كاع أنه يتحل. صافي دابا غادي نجيب بابي الومنيوم انا جربت نديرو في ورق الزبده، كي ورق الزبده ماشي مارين بديك انني نتحكم فيه بحال هذا الفيلم اليمونتيغ داكشي باش ما جانيش بورق الزبده، حيت عندي شي شويه واطف ما عنديش رطب. دابا غادي ندوز نوجد فاش نديرو تبخر ان شاء الله. انا درتها غير في هاد الاله ديال البخار، اللي ما عندوش هادي يديرها في الكسكاس نفس النتيجه كيف هادي كيف الكسكاس. غادي نخدمها دابا وغنديرها على من ساعه الا ربع حتى الساعه ديال الطياب اللي كياخذ هاد الكاشير صافي، ونديرو على عافيه مني غلا مني تكون تتكون غاليه البرمه عاد نحطوهم في الكسكاس ونديرو واحد التويب هكا نقي وعاد نديرو الغلاقه فوق منهم باش نزمتو الكسكاس مزيان. نضمنو ما غاديش يدوز، ما غيكون ما غيكونش كيتنفس صافي، ونخليوه على عافيه مهيله يطيب على خاطره، من بعد ساعه الا ربع ثلث ساعه رجعوا ليه ان شاء الله. كما كتشوفوا حبيباتي صافي راه داز ساعه المكانه، انا خليته ساعه ما نقطعوش دابا حتى يدوز لي واحد ساعتين ولا ثلاثه، انا غادي غير نحيدو من هاد الاله صافي وغنخليه يبرد على خاطر، انا ما مضروباش بيه هكا. شوف في الكسكاس راه ما يتقد ما والو، يعني كنتو مزروبين بيه ديروه في الثلاجه تيبرد حيت ما غيتقطعش ليكم هو سخون.
انا غنخليه يبرد على خاطره، وفي العشيه ان شاء الله نقطعوه ونقدموه. صافي كما كتشوفوا راه طاب مزيان، هاو خليته حتى برد على خاطر خاطره. دابا راه العشيه هذه غادي نحلو ان شاء الله. المهم راه شاد راسو مزيان كما كتشوفوا. بسم الله غنحيد هاد الطريف الاول اللي تيكون مبقاتش. هادو راه داك الفرماج، انا راه ما كثرتش فيه الزيتون. اللي بغى يكثر الزيتون يكثر الزيتون. ونسيت ما قلت لكمش ديروا فيه شويه القزبر حبوب، كيجي فيه زوين بزاف. انا القزبر حبوب ما عنديش، داكشي باش ما درتوش. اما دوك الطريفات ديال الزيتون لون طبيعي ديال العطريه، ما فيهش مواد حافظه، ما فيهش منكهات. يعني دوك العطريه اللي درنا هي اللي كاينه. يعني الا بغينا نعطيو وليداتنا شي حاجه بالنسبه لطريقه الاحتفاظ في الفريكو، كتحتفظوا بواحد من 3 شهور، ولكن ملي كنخرجوه وانا كنفضل ما ديروش في المجمد، نديروا القياس ديال واحد 3 ايام 4 ايام. حتى انا بعدا الدراري ما تيخليوش بحال هذا. حطيته اليوم في العشيه، هذا مشى اليوم كله. ولا بغيتو نحط لكم غير هكا مرته ديال العاديه ديال السميده وديال البيض وديال هذيك العاديه اللي ما فيها لا لحم لا والو، نحطها لكم ان شاء الله. انتما كما كتشوفوا متماسك، ما كيتفرتت ما والو، وفوق هادشي كله المذاق تاعو زوين. نديرو في الطبق النهائي ونطلق معاكم. كما كتشوفوا حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال لانشون او المرتديلا الدجاج اللي كتجي على هذا الشكل. وكما قلت لكم انا راني نسيت القزبر حبوب، ماشي نسيتو، انا ما عنديش. واللي ما كيبغيش المذاق ديال الكمون يستغنى على الكمون، واللي كيبغي يدير المكعب ديال المرق ديال الدجاج او لا ضامه البنه بالمذاق ديال الدجاج يديرها. انا حيت ما كندخلهاش، عمري ما دخلتها للدار صراحه، ما كتعجبنيش. وكنتمنى هذه الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم، وكنتمنى هذه المرتديله تعجبكم. واذا بغيتوها بالكفته نديرها لكم، بغيتوها غير بالسميده والروز نديرها، ما عندي حتى شي مشكل. وكما قلت لكم من الاحسن بخورها في الكسكاس، حاولوا ما ديروهاش تسلق في الماء، راه ديال الكسكاس كتجي احسن، وتالوجو ديالها كيجي زوين بزاف. خليك لكم الراحه وفي امان الله.